من هالبناية يرتفع صوت اليقين، خلي لك ويانا أثر طول السنين. قد عظيمة الصدقة ببية الحسين، قد عظيمة الصدقة ببية الحسين. ساهم وخيذ باسمك سهم، بالآخرة ترفع علم. ساهم وخيذ باسمك سهم، بالآخرة ترفع علم. قد عظيمة الصدقة ببية الحسين، ببية الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدين متابعين قناة الإمام الحسين الفضائية من كل مكان، وعظم الله أجورنا وأجوركم بحلول أربعينية، بقرب حلول أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، وسائلين المولى القدير أن يمن عليكم بالوصول إلى كعبة الأحرار كربلاء المقدسة وسيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، وسائلين الله تعالى أن يحفظ كل زوار سيدي مولاي بعبد الله الحسين الوافدين زيارة سيدي مولاي الإمام الحسين، وإن شاء الله راح نكون نائبين عنكم بالدعاء والزيارة إن شاء الله من حرم المولى أبي عبد الله الحسين وأخيه بالفضل العباس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتنا وأخواتنا متابعي قناة الإمام الحسين الفضائية، حياكم الله أينما كنتم. وحلقة جديدة من برنامج بيت الحسين عليه السلام، نتوجه وإياكم لزيارة سيدي مولاي أبي عبد الله الحسين، وإن شاء الله زيارة مقبولة ودعاء مستجاب. تفضلوا ويانا للزيارة. السلام على الحسين، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا حسين يا غريب، يا حسين يا سليم، يا حسين يا وحيد. يا حسين يا عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. إني سلم لمن سالمكم، وحرب لمن حاربكم، وولي لمن والاكم، وعدو لمن عاداكم. إن شاء الله يا رب كل إحنا اللي نال شفاعة الحسين عليه السلام وآل البيت عليهم السلام. حلقة جديدة من برنامج بيت الحسين عليه السلام من شارع قبل السيد مولاي أبا الأحرار أبي عبد الله الحسين، وإن شاء الله بالقرب أيضا ومجاورين لبيت الحسين عليه السلام. إن شاء الله أخوتنا وأخواتنا الأرقام الموجودة أسفل الشاشة بإمكانك الآن الاتصال حتى تسجل اسمك من المناصرين لسيدي مولاي أبي عبد الله الحسين في إحياء قضيته، في إحياء شعائره، في إحياء رسالته الخالدة إن شاء الله لإحياء رسالته الخالدة إن شاء الله، وإن شاء الله تكون من المناصرين المجاهدين في حب محمد وآل محمد. سجل اسمك وخلي لنفسك صدقة جارية في كربلاء الحسين في بيت الحسين، مجاور سيدي مولاي أبي عبد الله الحسين وأخيه بالفضل العباس. إن شاء الله سيد، إحنا مثل ما تشوف حاليا إحنا واقفين في الشمس
وقرب سيد الشهداء عليه السلام، فهنيئا للسائرين الى كربلاء، الى ارض القداسة، فهنيئا للي قادمين الى كربلاء المقدسة، وهنيئا لكم على هذه الخطوات وتحمل هذا الحر الشديد. كل ان شاء الله في ميزان حسناتكم، وان شاء الله تحط عنكم 1000 سيئة ان شاء الله، ويزداد الى حسناتكم 1000 حسنة ان شاء الله. هنيئا لكم الى قدوم الى كربلاء ان شاء الله. وحيا الله، حيا الله مشاهدينا متابعين قناة الإمام الحسين الفضائية في حلقة جديدة من برنامج بيت الحسين. وان شاء الله مثل ما نوه زميلي سيد عماد، ارقامنا موجودة اسفل الشاشة، تقدرون تتصلون وتستفسرون على كافة التفاصيل حول بيت الإمام الحسين عليه السلام. وايضا للاخوة اللي ما قدروا يوصلون الى كربلاء، الكثير 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 من الناس حاليا متوجهة الى ارض كربلاء ان شاء الله، تقدرون اذا حابين تساهمون ان شاء الله في بيت الحسين ان شاء الله. وهذه صدقة جارية لكم مع الحسين عليه السلام في بيت الامام الحسين عليه السلام، تقدرون توصلون اسهمكم او تبرعاتكم من خلال الناس الوافدة الى ارض كربلاء المقدسة سيدنا. إن شاء يعني يقدر الانسان يعني حتى اللي وافد الى كربلاء وهو ما يقدر انه يوفد الى كربلاء، يقدر انه يعطي هذا المبلغ اللي وصل الى بيت الزوار اللي في منطقته، سواء كان من اهله وناسه اللي متوجهين لزياره الامام الحسين. اكيد راح يكون لك ايضا السهم الاساسي في زياره سيدي مولاي بي عبد الله الحسين، لان بيت الحسين عليه السلام راح يكون لخدمه سيدي مولاي بي عبد الله الحسين ولخدمه زوار سيدي مولاي الامام الحسين عليه السلام. وناخذ اتصال ويا الاخ السليمه كاظم من بغداد. السلام عليكم. اهلا وسهلا بك عالي، حياكم الله وعظم الله لكم الاجر واحسن الله لكم العزاء ان شاء الله. الله يوفقك عساك سالم. الله يسلمكم، ان شاء الله راح نلتقي بكم في كربلاء المقدسه، وان شاء الله يا رب راح تكونون احد الزوار اللي راح يوصلون لسيدي مولاي بي عبد الله الحسين ان شاء الله. يعطيك العافيه ان شاء الله، يا رب موفقه. اختي العزيزه، ما دامج صوتك حاليا على البث المباشر من داخل شارع قبل السيد مولاي بي عبد الله الحسين، فهاي فرصه حتى تتوجهين لزياره السيد مولاي، وان شاء الله يا رب زياره مقبوله ودعاء مستجاب. يلا نقول صلى الله عليك يا ابا عبد الله ونتوجه للزياره. صلى الله عليك يا ابا عبد الله. السلام عليك يا ابا عبد الله، السلام عليك وعلى فاطمه الزهراء وعلى الحسين وعلى العباس. حامل لواء الحسين، السلام على قطيع الكفين سيدي مولاي ابو الفضل العباس. احسنتي. والله انا بكيف الحسين، اريد يعيننا ويساعدني ويخليني ان شاء الله ما اقصر وياكم. يا رب موفقه، يا رب موفقه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله العشره شركه وياي الحسين ان شاء الله. يا رب موفقه، ويا رب يحفظ اولادك وبناتك ان شاء الله. خادمه صغيره للحسين انا. بالعافيه عليك خدمه الحسين عليه السلام، بالعافيه عليك خدمه الحسين عليه السلام، وان شاء الله يا رب. والله خادمه وان شاء الله نقعد قليلا على مبيتكم اياها حقكم. اكيد يا رب موفقه. ام العزيزه، جنابك احد الداعمين المساهمين لبيت الحسين، وان شاء الله يا رب بيتك عامر في خدمه سيدي مولاي بي عبد الله الحسين. شنو الرساله اللي تحبين تقدميها للي دا يشاهدك، اللي دا يشاهدنا حاليا ويسمع صوتك؟ والله اريد كلها تسمع صوتي، انا مره يعني ضعيفه ويتيمه ولميت اللي عندي واللي ما عندي، اريد اهل الاموال، اهل الاموال اللي مخلين هين، يعني هذا الشهاده الاكبر بعد. صح. لان بيت الحسين ما يودي، المن يودي بعد. صحيح كلام الصح. والله اريد هاي اللي عنده فلوس اللي عنده اموال ما يقصر على حسينيه الحسين. احسنتي. واكيد هو هذا راح يكون له خاص بي، له ذخر له ولعائلته، وهي صدقه جاريه له. صدقه جاريه وشريك ويا رب العالمين راح يصير. اكيد اكيد انه راح يصير له تجاره مع الحسين عليه السلام، وتجاره الحسين عليه السلام ما تبور. بالعكس والله انه تزيد بالخيرات، تكثر بالبركات. وان شاء الله انا ما اوقفه. ان شاء الله موفقه. اشتغل احصل. يا رب موفقه، يا رب موفقه في خدمه سيدي مولاي بي عبد الله الحسين، ويحفظ لك اولادك وبناتك ان شاء الله. والله انا اريد الحسين ان شاء الله يعيني، بس اقول لك هذا الشيء وانا ما اقصر عنكم. خالتي نسال من الله بحق سيدي مولاي بي عبد الله الحسين، حاليا انت شاهدين انت المنظر امامك.
بحق سيدي مولاي ابي عبد الله الحسين ان شاء الله يا رب، حاجتك مقضيه وحاجه كل الاخوه اللي شاركه وساهمه. واريد ان شاء الله ما اقصر على هذا، اقصر على نفسي، ما اقصر على بيت الحسين. صحيح يعني يا رب موفق ان شاء الله ودائما في خدمه سيدي مولاي ابي عبد الله. الحسين وجد الشريف ابي اروح اله. ينطي الصحة وعافية ان شاء الله يا رب، ونسأل من الله حسن العاقبة والخاتمة ان شاء الله. روحي هاي اقدمها هدية اله. بالعافية عليك، ويستاهل ابي عبد الله الحسين كل هذا العطاء من حضرتك ومن كل الاخوة اللي شاركوا. انا اذا قليلة تنطي عزة قليلة. موفقة يا رب، موفقة يا رب، موفقة يا رب. والله واريد ان شاء الله اريد الدعاء من عندكم، وعندي جاي خاتم عند جيتكم باسمه ان شاء الله في خدمتكم، ان شاء الله في خدمتكم، ان شاء الله راح ايضا انه نسجل اسمه وننطيه للملا محمد باذن الله انه يكتب اسمه في سفرة سيدي مولاي او سيدتي مولاتي ام البنين سلام الله عليها. والله واردك، وان شاء الله ورا الاربعين اذا انا عن العشرين ورا الاربعين انا اجيكم جاي خاصة واجيب هدية ان شاء الله بيت الحسين باذن الله، وان شاء الله نستقبلكم وعلى راسنا نخليكم تستاهلون خدام الحسين. والله لو يريد هذا بيت القعده دي موفق يا رب، يا رب عامر هذا البيت ان شاء الله بيك واولادك. والله الله يسلمك، شكرا لك ولاتصالك، وان شاء الله ايضا رسالتك، رسالتك ايضا انه حضرتك توجهيها بين اهلك وناسك واقاربك وجيرانك حتى انه يكمل بيت الحسين لخدمه الزوار سيدي مولاي ابي عبد الله الحسين عليه السلام. شكرا لك ولاتصالك. احسنت سيدنا ان شاء الله. حقيقه هي قالت اكو كلمه، قالت يعني لمن هاي الاموال يجمعونها. صح. البارحه سيد علي النواب انه لما تفضل بحديث الامام حول انه الناس اللي الله يرزقهم من هذه الاموال، ان هذه الاموال الله يرزقك اياها، اكيد يريد من عندك انه تنفقها اما على عيالك اما تنفقها لنفسك، تنفقها لنفسك اول وتالي، لان هذا المال لما رزقك الله به عز وجل انه انت تنتفع به لاخرتك، كنزة الاموال وتاليها بعدين ياخذون الورثه، مثل ما تفضل سماحه السيد علي النواب في الحلقه البارحه قال انه يوم القيامه راح انت تحاسب على هذه الاموال اذا انت تركتها للورثة. الورثة لما راح يتصرفون بها تصرف غير مرضات الله عز وجل، راح تكون انت المحاسب وانت ما تصرفت بها. فاصرفوا هذه الاموال هي صدقة لكم، اصرفوا هذه الاموال في خدمة اخرتكم فانها منفعة لكم في الاخرة ان شاء الله. عندنا اتصال. اتصال ويا الاخت فاطمة من البصرة. سلام عليكم. عليكم السلام. طيب حياكم الله اختي وعظم الله لكم الاجر واحسن الله لكم العزاء بذكرى استشهاد سيدي مولاي ابي عبد الله الحسين عليه السلام. والله عظم الله عليكم الاجر اخوي العزيز. الله يسلمك يا رب وموفقه. اكيد اخت فاطمه مشتاقه لزياره سيدي مولاي الامام الحسين عليه السلام. والله اجيك ما شبعت الزياره. وايدكم وانتم تدعوا لي. ان شاء الله ما ننساكم من الدعاء. الله يلا محمد يسجل اسمي ان شاء الله في خدمه يا ربي يا ربي بحق هو سيدي مولاي ابي عبد الله الحسين. رفع يديك بالدعاء يا الله. يلا يا ابا عبد الله تفضل بزياره حلفك بدمعة رقيه انه تقسم للاخت فاطمه الذريه الصالحه ارحمها ان شاء الله يا رب موفقه ان شاء الله يا رب يحفظها ويسعدها بحياتها ان شاء الله امين رب العالمين. يلا اختي فاطمه حسيت انه صارت عندك عبره بصدرك، بهاي العبره توجهي للحسين وابا الفضل العباسي واطلب حاجتك وان شاء الله يا رب زياره مقبوله ودعائك مستجاب. تفضلي. يلا يا فاطمه بهذه الدموع انخي ابو الفاضل. ما أريد من أجل شيء بس تنقلي الصحة والسلامة والعافية والذرية الصالحة. ما أريد شيء بس هاي ما أريد شيء يا فاضل. والله ما أريد من غيركم وهذا اللي قدامنا إلكم مو بحقكم يعني شوية. صح. يلا اختي بهذه الدموع اطلب حاجتك ان شاء الله يا رب مستجابه ونسال من الله بحق هو سيدي مولاي قاضي الحاجات بالفضل العباس نحلف بالسيده رقيه
نحلف بالسيدة رقية ونطلب الذرية وإن شاء الله يا رب موفقه ويحفظك ويحفظ لك زوجك إن شاء الله. رحم الله عليك. هنيئا لك على هذه الدموع إن شاء الله. هذه الدموع مسجلة في سجل الزهراء عليه السلام. رحم الله عليك. هنيئا لك. هنيئا لك. مشكورين على هذا البرنامج. الله يحفظكم ان شاء الله. موفقين ان شاء الله لكل خير وشكرا لكم ولمساهمتكم ولدعمكم بيت الامام الحسين عليه السلام. لا والله هذا مو بحقكم شويه والله ما عندي لو عندي ان شاء الله اجيب اكبر. ان شاء الله خدام الحسين امثالكم ما يقصرون ان شاء الله. رحم الله عليك اخوي مولى محمد رحم عليك الحسين سجل اسمي. ان شاء الله ان شاء الله. اخت فاطمه بلا زحمه عليك بس انطيني اسم حضرتك واسم زوج حضرتك. ها اسمي حسين جواد. حسين جواد وجنابك فاطمه. حسين والله اسجل اسم مالك ترى كل الساعه ان شاء الله. شنو اسمها؟ اسم الله يشافيها الله يشافيها بحق سيد الشهداء الامام ان شاء الله ونكون في خدمتكم ان شاء الله يوم الخميس هذه الاسماء راح ننطيها للملة ونكون في خدمتكم ان شاء الله وان شاء الله باقرب وقت راح نسمع انه الوالده الله ينطيها الصحه العافيه شافت وتقر عينك بسلامتها وايضا انه كتبت لك الذريه الصالحه ان شاء الله بحق رحم الله والدي رقيه ودمعه رقيه ان شاء الله بحق حسين وما شايفه حسين هاي ليش طالعه من الشاي. نعم ان شاء الله يا رب. اخت فاطمه اخت فاطمه شنو رساله تحبين تقدميها للي دا يشاهدنا حاليا تحثين به انه ايضا يكون مشارك في بيت الحسين مثل ما حضرتك شاركتي؟ والله عنده ما عنده يجيب للبيت للامام الحسين والله كل شيء ما حد يفيده بس الامام الحسين يفيده باخرته ان شاء الله. والله عنده والما عنده خلي يجيب هنا من احسنتي للقناة. احسنت يا رب. والله ما يفيده لا حد ما حد يفيده والله عنده ما عنده هو اساسا احنا غير اساسا غير الحسين سلام الله عليه ما عندنا وسيله وهم الوسيله وهذا بيت الحسين يعني هي هاي الوسيله اللي تقربنا للحسين عليه السلام وهي ان شاء الله يا رب راح تكون شفيعه لنا وايضا راح تبقى مستمره هذه الخدمه ما دام ذكر الحسين عليه السلام موجود اكيد كل زوار الحسين راح يقصدون ويوصلون الى هذه الحسينيه وهذه الحسينيه ما دامها عامره لاستقبال الزوار راح يكون لكم بها الاجر ان شاء الله. ان شاء الله بوجودكم عامره يا رب موفقه وشكرا لك والاتصال شكرا عزيز حياك الله حياك الله. قدمت يعني قريب ان شاء الله قدم اكبر من عندي عطاكم ما دام للزهراء ان شاء الله الزهراء راح تكتبه وتشبير عند الزهراء سلام الله عليها. نظرك انت قليل لكن عند الزهراء والحسين عليه السلام اكبر اكبر ما قدمتي واكثر ما قدمتي ان شاء الله. رحم الله حياك الله اختي شكرا لك والاتصال في خدمتكم هذا اقل واجب اقدمه حياكم الله في امان الله يسلمك الله يسلمك الله وياكم الله شكرا لك والاتصال. بالنسبه للاخوه الوافدين الى كربلاء ان شاء الله في الايام المقبله يقدرون يتفضلون ويشرفون إن شاء الله القناة ويشوفون بيت الإمام الحسين اللي هو مكانه في شارع قبلة الإمام الحسين عليه السلام خلف مرقد العلامة بن فهد الحلي. هذا هو أمامنا إن شاء الله مرقد العلامة أحمد بن فهد الحلي إن شاء الله خلفه هو بناية بيت الحسين عليه السلام الحسينية تقدرون تشوفونها وتطلعون عليها إن شاء الله. وأيضا مساهمتكم وتبرعكم لبيت الحسين المكتب القناة اللي موجود في شارع الإمام علي بداية شارع الإمام علي ما بين الحرمين الشريفين إن شاء الله. وإن شاء الله ندعو لكم الموفقية إن شاء الله والقدوم إلى أرض كربلاء إن شاء الله وإحياء مراسيم زيارة الأربعين عليه السلام إن شاء الله. ونتمنى لكم الموفقية دائما وأبدا في خدمة سيد الشهداء عليه السلام وإن شاء الله ننتظر اتصالاتكم على الأرقام اللي تظهر أسفل الشاشة وتستفسرون على كل التفاصيل. والأخوة يتواصلون وياكم وأيضا عندنا مندوبين المانشيت اللي دا يظهر أسفل الشاشة المندوبين الموجودين بكل المحافظات أيضا تقدرون تتواصلون وياهم إن شاء الله ويوصلونكم للمكان اللي تحددونه أنتم ان شاء الله للموفقيه لنا ولكم ان شاء الله. ان شاء الله يا رب ناخذ اتصال من له للاخت ام اثير منو يا يعني
الأخت أم أثير. السلام عليكم أم أثير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا. عظم الله يسلمكم. عظم الله أجركم وأحسن الله لكم العزاء إن شاء الله. لكم العزاء بشهادة سيدي ومولاي أبو عبد الله الحسن وسلم الطاهر له. الله يحفظكم إن شاء الله. أم أثير. نسائرين إن شاء الله على طول. آمين آمين رب العالمين لنا ولكم إن شاء الله. أكيد أنت من المشتاقين إلى سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. والله انا يدربي ابو زهراء بالسبت انا يم ابو عبد الله، فمن جيت ثاني يوم طلع البرنامج بكيت. سلام الله عليه. تقدرين الان انا يم بالاحد اشتاقت لجل جلالك يا رب العالمين. اكيد اكيد احنا في احنا في جوار الحسين ونشتاق للحسين، فكيف انتم؟ اي والله اشتاق له. وتدرون انا قلت لكم صار لي سنه واربع اشهر هواي، وليله واحده ما تكفيني، ليله واحده ما تكفيني يم ابو عبد الله. اذا ابقى لي مكان يوم اريد بس احصل 40 مليون ما اقدر امشي رجلي يعني عني ما اقدر امشي هواي. ان شاء الله يقول الاعمال بالنيات. 40 اجي هيك عبريه ابقى يمي، ابقى لي يوم يومين ثلاثه هنا اريد شويه بكت نفسي شويه ترتوي من الامام الحسين وابو الفضل العباس. سلام يعني الله عليك. يعني شويه اتبع من يومهم شويه بهالاشتياق هذا عندي شويه اقلل شويه من هالاشتياق اللي عندي هسه والله. هنيئا لكم ان شاء الله. شو اسوي بعد هذا اللي اقدر عليه؟ تقدرون تتفضلون الآن أمامكم باب قبلة الإمام الحسين. محمد وآل محمد السلام احنا عليك الآن يا أبو عبد الله. كونوا نائبين عن سلام. الأخوة والأحبة اللي خصوكم إن شاء الله وعن كل متبرعين سلام عليك بيت الإمام الحسين رسول السلام. الله سلام عليك سيدي ومولاي وعلى سيدي ومولاي أبو الفضل العباس حامل لواءك. السلام عليك وعلى سيدتي ومولاتي زينب الحوراء ورحمة الله وبركاته. ومأثير حضرتي صاحبة دمعة ساكبة على الحسين. سلام الله عليك. بهذا القلب النقي بشكل مو طبيعي. بهذا القلب النقي ما دام تزورين الحسين ذرفيها للدمعة وتذكري سيدتنا مولاتنا زينب سلام الله عليها وأيام سبيها. أنا يعني شو أقول ما أقدر أحكي يعني سيدتي ومولاتي زينب سلام الله عليها إذا إحنا هاي حالنا على الإمام الحسين إذا هي شلون يعني شلون حال قلبها؟ الله يساعد قلبك يا سيدتي يا مولاتي. هذه الأيام سيدة زينب في الشام، هذه الأيام في خرابة الشام يومي ألف مرة عن اليزيد، يومي ألف مرة عن اليزيد في هذه الأيام، عن اليزيد اللي شلون يتباع قدامها وشلون يريد بكل صورة يخذلها. بس هي سيدة زينب شلون تنخذل؟ واسي أبو فاضل واسي أبو فاضل بسبي زينب. سلام الله عليك يا أبو فاضل، أنا تعين عليك سيدي ومولاي شلون ما أدري يعني والله ما أدري. والله ما ادري يعني صعبة على الانسان يحكي بهاي المواضيع، انا بالنسبة لي كلش صعبة من احكيها، فشو اسوي؟ اخلصها بسكوتي بس بدموع تدري. بارك الله فيك. والله بس دموع تدري، بس شو اسوي؟ انا لله وانا اليه راجعون، متعينة عليك يا مولاتي يا زينب. ام اثير ام اثير. نعم ام اثير عفوا، رسول الله يقول ان لقتل ولد الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تنطفئ ابدا الى يوم القيامة. فأنتم إن شاء الله من المؤمنين، هذه الحرارة الحسين هذا دليل على إيمانكم. مو بس مو بس محرم والأربعينية، لا الله شاهد ومحمد وعليم. في كل يوم هو عزاء سيد الشهداء. يعني إذا أي والله العظيم أي والله العظيم. سلام الله عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، اللهم بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة. اللهم عدل لوليك الفرج يا الله لحق هذه الايام. امين يا رب العالمين. عدل له الفرج ياخذ بحق سيدي ومولاي ابا عبد الله. امين يا رب امين. اللهم بحق أثير. الحسين. هم أثير. نعم. جزاكم الله خير الجزاء. حابين نسالكم انتم من المتبرعين والداعمين لبيت الامام الحسين عليه السلام، حابين من خلال الله. كلامكم من خلال هذه الحرقه لسيد الشهداء انه توصل رساله للي الناس اللي تشوف البرنامج ولحد الان ما حصلتهم الفرصة أن يساهمون في بيت الإمام الحسين عليه السلام، شنو توصلهم الرسالة؟ شنو تقولون لهم إن شاء الله؟ أوصلهم رسالة. أنا طبعاً حكيت أكثر من موضوع وأكثر من واحد وأكثر من أقاربي، هو هذا توفيق من رب العالمين. صح حسنت. أكو إنسان هذا التوفيق الله يحبه يوفقه مع العلم، هو ما عنده عند القليل. صح. وأكو ناس أجهد كثير بس ما يوفقها أبو عبد الله هذا التوفيق، مثل ما يقول الملاذي يسلب منهم التوفيق.
صح. يعني هاي اقول لهم اللي تشوفوا لكم من النعمه والخير، يعني شي اختار واحد من جهلك. هو اكو مثل يقول الجود من الماجود، يعني اللي تقدر عليه هو هذا دليل على جودك. على هذا الجود من الماجود اللي مثل ناس يعني حالتهم مو هيجد، بس اللي عنده خير من الله المن يريده. يعني باكر مو تدعو الفلوس كلها المن للورثه يلعبون بيها مثلا، ليش ما ازرع لي من الامام الحسين شكله واخليها مدى الحياه، اخليها للممات. بس والله العظيم قد احسب هذا الشيء وقد اوضح على ناس، بس هو مثل ما قلت لك التوفيق يا ملي والتوفيق الله يحبه يوفقها. الحمد لله الذي وفقكم من رب العالمين لتكونوا من المساهمين في بيت الحسين، وان يرزقنا رزق كثير واللي اقدر عليه اكثر ان شاء الله واكثر، اللي خلاكم يكون لكم بصمه مع الحسين عليه السلام ويكون اسمكم في بيت الحسين. فهنيئا لكم على هذا التوفيق. يكون لها بصمه، يكون لها بصمه، مو بس يكون لها بصمه. عمي هي صاحبه بصمه. سلامي والله يحفظكم يا خالد. هاي خادمة الحسين هاي. الله يحفظكم يا أمي بحق الحسين، جزاكم الله ألف خير وإن شاء الله موفقين لهذه الخدمة. الله يسلمك. وأتمنى وأنا محرم من أجي وأنا الأربعينية أكون ألتقي بكم أرد أشوفكم. أنا في خدمتك أكون. خدمتكم. أنا اللي الشرف إنه أكون في خدمتك يا أم أثير. توفيق. على كل عطاء قدمتي، على كل دمعة ذرفتيها على سيدي مولاي أبي عبد الله الحسين. ان شاء الله يا رب موفقه ويا رب يحفظ لك اولادك، وان شاء الله يا رب اتمنى لك هاي رزقك اللي تقولين ما تعيني، ان شاء الله راح تكون هي السائره على الخط المستقيم بخدمه محمد وال محمد. ان شاء الله ان شاء الله. هو بعالم الرؤيه جابوني ومشوني بعالم الرؤيه. بالعافيه عليك صاحبه التوفيق انت، ان شاء الله انت صاحبه التوفيق وتستاهلين. تستاهلين. نحمد الله ونشكره، نحمد الله ونشكره، جزاكم الله الف خير واريد الله يحفظكم. الله يسلمك. يا بعد امك رحم الله والديك. الله يسلمك يا رب ويوفقك. شكرا لك ولاتصالك ونعتذر على طالك. الله يحفظكم. الله يسلمك. الله يسلمك يا رب موفق. انت الشرف ان شاء الله. جزاكم الله الف خير. جزاكم الله الف خير. الله يسلمك. احسنت يا ام اثير وموفقه ان شاء الله لكل خير. ام اثير على هذه الخدمه وعلى هذا القلب السليم اللي ينبع في حب آل محمد. هو أمير مؤمنين، أمير المؤمنين يقول أموالنا لذوي المراث نجمعها وإن شاء الله. وبيوتنا قصة صغيرة أو سالفة صغيرة ما نعتبرها قصة، نعتبرها أنه الشيء من عطاء الأخوة أو الأخوات اللي وصلوا ووردوا لقناة الإمام الحسين عليه السلام. هذا كان عطاء خادمات الحسين عليه السلام. هذا كان عطاء الخوات اللي حبن قدام الحسين انه يقدمن اعز ما يملكن وهو ذهبهن الى خدمه سيدي مولاي ابي عبد الله الحسين. هذا اللي قدمن الخوات حتى انه يبنن الهن بالاخره قصر مجاور لحرم سيدي مولاي ابي عبد الله الحسين، او لقصر مجاور لبيت الحسين عليه السلام. نكمل باقي كلامنا ان شاء الله واياكم بعد الفاصل اللي راح نشوفه. ينادي صوتي يا حسين خليني أبقى خادمك. هاك أيامي يا مالك العمر، إحساسي يا حر من الجمر، عاشورك كل لحظة تمر يا حسين. هاك أيامي يا مالك العمر، إحساسي يا حر من الجمر، عاشورك كل لحظة تمر يا حسين. غابت أنفاسي بحضورك وبدمعي أزورك، دلالي أسيرك حيّم بنورك.
سلا طول بريحة العشيق تفوح كل ليلة من محرمك تمطر الدنيا بس جروح موسم عاشور موعد العاشقين والجنة ما بين الحرمين والحضرة ملجأ الخائفين يا حسين موسم عاشور موعد العاشقين والجنة ما بين الحرمين والحضرة ملجأ الخائفين يا حسين ارفعها بعزاك تشمل بدعاك امنيت يا موتك الكربلاء سبيش وكيل رايتك تعلى بالسماء أربعينك أجي وأشوف بالدرب تمشي فاطمة وامشي ويانا بيدي راية عزاء كل خطوة أرفع هذا النداء لبيك يا سيد الإباء يا وامشي وياها وبيدي راية حذاء كل خطوة ارفعها بالنداء لبيك يا سيد الإباء يا حسين الشايع تميله ونادي دخيله اقبلني يا مولا عبدك ذليله حسين. نعم اخواتنا رجعنا لكم بعد الفاصل اللي شفتوه اللي انبنت عليه حسينية بيت الحسين عليه السلام وكبلة الطوابق الـ14 لخدمة سيدي مولاي بعبد الله الحسين وان شاء الله يا رب كل احنا واياكم ان شاء الله من السائرين على نهج سيدي مولاي ابي عبد الله الحسين عليه السلام وآل بيت النبي. اخواتنا قبل الفاصل شاهدنا قطع ذهبية وقلنا لكم انه هذني اللي الاخوات شاركت بيهن لبناء بيت الحسين عليه السلام يعني اللي تساهم وتدعم بيت الحسين عليه السلام بذهبها هذه تتوقع من الزهراء سلام الله عليها غير انه تنال الحظ السعيد وتنال الموفقية في حياتها وتنال الراحة راحة البال لأنها من خدمة الحسين عليه السلام لأنها من الذين عمروا بيوت الله وبيت الحسين هو لخدمة سيدي مولاي أبي عبد الله الحسين لخدمة ومناصرة آل البيت عليهم السلام لخدمة زوار الحسين عليه السلام الوافدين إلى كربلاء اللي من خلالها يزداد عطاء قناة الإمام الحسين عليه السلام وتقدر أنه تبث مظلومية آل البيت عليهم السلام إلى كل أنحاء العالم من خلال 5 لغات ناطقة بصوت الحسين عليه السلام وإن شاء الله يا رب دعواتنا إلى كل من شارك وساهم ودعم بيت الحسين عليه السلام ودعم بيت الحسين خلي يشوفون المشاهدين دعم بيت الحسين عليه السلام إن شاء الله هذا هو المثل يقول الجود من الموجود يعني اليوم هي يعني حقيقة اللي ما تقدر يعني تدفع مبلغ مال أو هذا قدمت هذا الشيء للحسين تريد بقضاء حاجتها تريد بوقفة أمام السيدة الزهراء فهنيئا لكل أخت ساهمت وقدمت لبيت الإمام الحسين هذا الشيء هي تعتبر قليل ولكن عند الحسين هذا الشيء كثير إن شاء الله هذه صحيفة الأعمال أي أكيد اللي مفتوحة حاليا بدنا نقولهم اللي يحب أنه يسجل اسمه ويكتب اسمه
في صحيفة أعماله يكتب أنه كان من خادم الحسين عليه السلام، اللي كان من خدام بيت الحسين عليه السلام، اللي كان أحد الماثلين مع الحسين عليه السلام، واقف ورافع رايته ويقول له أبو عبد الله أنا خادمك، أنا أحد اللي شاركت في بناء بيتك، أنا أحد اللي شاركت ودعمت بيتك، أنا أحد اللي وقفت ويا حضرتك حتى أخدم زوارك يا أبو عبد الله، أنا اللي خليت النفس صدقة جارية في بيتك يا أبو عبد الله حتى أنه تكون لخدمتك. ملا حسين أيضا وردنا في التراجي إلى القناة، وهذا التراجي طبعا الأخت اللي ساهمت به أنت تعرف قصته، فأحكي لي الأخوة. هذه أحد الأخوات اللي ساهمت في هذه هو ذهب يعني حقيقة لسيد الشهداء، قليل بحق سيد الشهداء وقليل في حق بيت الإمام الحسين، ولكن بالنسبة لسيد الشهداء هو كثير، وهذا وسام شرف، وسام شرف إلها يوم القيامة، هذا وسام اللي تفتخر به أمام السيدة الزهراء. وحقيقة أنا سيد عماد كل ما أشوف التراجي، هذا التراجي تدري شنو أنه قالت الأخت، أذكر عمتك سيدة رقية، السيدة رقية اللي الإمام الحسين أهدى إليها قرطان أو كما تقول رواية يعني ميداليتين من التراجي، وإجا اللعين في يوم كربلاء وأخذ قرطيها. حقيقة يعني ما أعرف شنو أقول على هذه الواقعة المؤلمة في يوم كربلاء. السلام على عزيزة الحسين، السلام على المظلومة المهتضمة السيدة رقية سلام الله عليها، فهنيئا للأخت اللي تبرعت في هذا في هذين الترشيتين، وسأل الله العلي القدير أن يعطيها مرادها من السيدة رقية سلام الله عليها. هنيئا لكل إنسان وقف وقفة مشرفة لإكمال بيت الإمام الحسين عليه السلام، وإن شاء الله السيدة رقية تكون شفيعة لك يوم القيامة، السيدة رقية هي اللي تأخذ بإيدك إن شاء الله إلى جنات الخلد، ونتمنى من جميع الأخوات إن شاء الله تكون هذه الأخت مثل إلهن، ويتذكرن السيدة رقية ويوقفن هذه الوقفة المشرفة مع الحسين وآل الحسين، وإن شاء الله هذا بيت الحسين هو في خدمة زوار الحسين. أعرف أيها المشاهد أختي المشاهدة إنه هذا بيت الإمام الحسين هو لخدمتكم، أنت تخدم صحيفة أعمالك في هذا البيت المبارك ألا وهو بيت الإمام الحسين عليه السلام. فأنا حاب سيد عماد أنه أهدي هذه الأبيات بما أنه الدموع غمرت خديك، إن شاء الله نقول كل خطوة نخطيها إليك مولاي أبي عبد الله الحسين، الزوار الآن سائرين إلى كربلاء، كل خطوة نخطيها إليك نتقرب لرب السماء، مشاي جينا يا الولي وجبنا لك دموع ودمع، نلطم ندق على الصدور حسين، نلطم ندق على الصدور بلكت نواسي فاطمة، للراحة الديرة غروب عسى بما هي معلمة، يروح التعب من نوصلك مولاي يا حسين، يروح التعب من نوصلك، ما تبك العلة نشتم عطر من حضرتك يسوى الورد كله، انت التجارة حسين،
انت التجارة الرابحة الما بيها كل خلة يا حسين صرت لنا وطن بل أكبري وأعلى بل أكبري وأغلى أخواتنا أخواتنا طبعا طيب الله أنفاسك طيب ويا الله رب سيد إن شاء الله دعواتنا إلى كل الأخوة إن شاء الله دموع فرح عند سيد الشهداء إن شاء الله اللهم أمين إن شاء الله كل الأخوة الفاقدين الذرية إن شاء الله بحق سيدتي وولاتي رقية سلام الله عليها إن شاء الله يكتب لهم الذرية الصالحة وإن شاء الله يا رب موفقين أخوتنا الفاقدين الذرية هاي أيضا دعوة خاصة لكم من الآن اللي فاقد ذرية خليه ينذر من الآن إنه من الآن إنه يسجل اسمه في سجل المعزين للحسين عليه السلام ويخلي إلى سهم في خدمة سيدي مولاي أبي عبد الله الحسين في بيت الحسين ويقول يا أبا عبد الله أنا راح أشارك بسهم وأريد من عندك الذرية وإن شاء الله يا رب تكتب لكم الذرية يكون شعارهم لبيك يا رقية لبيك يا رقية لبيك يا سيدتي إن شاء الله كل إنسان حاب يساهم في بيت الحسين خلي يقول لبيك يا رقية ويقدم هذا الشيء القليل للسيد الشهداء الإمام إن شاء الله وراح نكون بانتظار اتصالاتكم ورسائلكم على الأرقام الموجودة أسفل الشاشة اللي تقدرون من خلالها تتواصلون ويا كادر العلاقات العامة والمالية تقدر أيضا من خلالها أنه تعرف تفاصيل بيت الحسين وما موقع بيت الحسين عليه السلام وما وإلى أي حد وصل بيت الحسين عليه السلام من الإعمار وشن الاحتياجات اللي تحتاجه هذه الحسينية في بيت الحسين حتى أنه نكمل هذا الصرح الحسيني فيا أخوتنا يا أخواتنا على الأرقام الموجودة أسفل الشاشة بإمكانك أنه تتصل بينا الآن وتسجل اسمك في سجل المعزين لسيدي مولاي أبي عبد الله الحسين عليه السلام وتقدر من خلال هذا السهم أنه يكون لك صدقة جارية لك لعائلتك لأطفالك لأرحامك لأمواتك ابنك الشهيد بنتك المرحومة وإن شاء الله يا رب موفقين لكل خير إن شاء الله ملاتي حبيبي اليوم اختم الحلقة وياك احنا نقول لهم خلي لك وقفة مع الحسين في يوم الأربعين وكنا نوقف مع الإمام الحسين في يوم الأربعين في بيت الحسين إن شاء الله ولهنا سيدنا وانتهى حلقتنا إن شاء الله نختمها احنا غير حسين ما عندنا وسيلة إن شاء الله نختم حلقتنا احنا غير حسين ما عندنا وسيلة ونلتقيكم غدا إن شاء الله في نفس المكان من أمام سيد الشهداء احنا غير حسين ما عدنا وسيلة والذنوب هواي شفتها تجيلة وغدا وغدا يبدو لنا سدا منيعا هذه آراؤنا فيه جميعا والذنوب هواي شفتها تجيلة في أمان الله في أمان الله من هالبناية يرتفع صوت اليقين خلي لك ويانا أثر طول السنين شقد عظيمة الصدقة ببيت الحسين شقد عظيمة الصدقة ببيت الحسين ساهم وخيذ باسمك سهم بالآخرة ترفع علم ساهم وخيذ باسمك سهم بالآخرة ترفع علم شقد عظيمة الصدقة ببيت الحسين بيت الحسين